بدأت ببسم الله في النظم أولا، تبارك رحمن الرحيم وموئلا، وثنيت صلى الله ربي على الرضا محمد المهدى إلى الناس مرسلا، وعترته ثم الصحابة ثم من تلاهم على الإحسان بالخير والبلاء، وثلثت أن الحمد لله دائما وما ليس مبدوءا به أجزم العلا. وبعد، فحبل الله فينا كتابه، وجاهد به حبل العدا متحبلا. وبعد، فهذه تلاوة عطرة يتلوها على مسامعكم راجعة في ربه أبي بكر بن عيسى إبراهيم، برواية حفص عن عاصم، ابتداء